بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما. هذا سؤال ورد علي من إحدى الدول الغربية، تقول فيه هذه الأخت أو اللي احتملنا من الناس سمحوا لي منها. قالت هذه إن شاء الله امرأة متبرجة موظفة لكن مستقيمة وصالحة، ولا نزكيها على الله. توضأت في الإدارة، فلما راحت لكي تصلي وضعت الخمار على شعرها، يعني دات يعني شرط من شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة، وعورة المرأة في الصلاة كل جسدها إلا الوجه والكفين، فغطت شعرها التزاما بأمر ربها. إذن فوضعت الخمار على شعرها، ثم استقبلت القبلة في 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 يعني البيرو ديالها المكتب ديالها، جزاها الله خيرا. فصلت لله تعالى، وبعد أن صلت خلعت الخمار كما هو عادتها وعادت إلى عملها. فجاءتها موظفة محجبة فقالت لها إن صلاتك باطلة. علاش أمو أنت؟ قالت لها لأن الناس قد رأوا شعرك قبل الصلاة وبعدها، واش هادشي قالت لي صحيح ولا لا؟ ثم عقبت وقالت ومعلوم لعلمك أن المحجبة لم تصلي، هي ما صلت شيء، اللي صلت هي المتبرجة، وخلت حتى كملت الوضوء ولبست الخمار وصلت، وجات عندها باش تقول الله يقبل والله يجعل لي وفق الصلاة وفق الخمار والحجاب. جات عندها قالت لها الصلاة نتاعك باطلة. علاش لا لا باطلة؟ واش كان خص شي ركن أركان الصلاة؟ لا. واش كان خص شي شرط من شروط صحة الصلاة؟ لا. علاش؟ لأنها كانت متبرجة وشافوا شعرها. إوا سمعت أخوتينا، وأنت علاش ما صليتيش؟ أنا ما نقدرش نصلي هنايا، واخا بالحجاب واخا بالحجاب. أولا أختي المحجبة نقول لك، اسمحوا لي أنا هذا الشيء ندير على حساب السؤال. ما أما المحجبات تبارك الله الحمد لله مؤمنات متقيات، أنا نهضر غير على هذا السؤال. الله يجازيكم غير على هذا السؤال باش الإنسان ما يكونش فيه الغرور. بالنسبة لأختي المحجبة جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك ورفع قدرك، لأنك تلتزمين بأعظم هذه المسائل التي تفتقدها النساء في هذا الزمان، وهو الحجاب. نعم الحجاب الذي هو أمر الله، فهنيئا لك. ثانيا يا أختاها أيتها المتحجبة، لماذا لا تؤدين الصلاة في وقتها؟ حجابك إذن هو الذي يجعلك بإذن الله تسارعين في طاعة الله، وخاصة في أمر كعمود الدين الذي هو الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمن كتاب موقوتا، وما دمت في هذه الإدارة ويسمح لكن بإذن الله خاصة في بلاد المغرب المسلمة، وأنت ترين أختك هاتي المتبرجة تتوضأ وتصلي، إذن كان الأولى أن تقومي بذلك قبل هذه المتحجبة. علاش؟ لشكلك لصورتك، لأنك ملتزمة بالحجاب. هذه الثانية، هذه نعطي هذه كلمة المتحجبة. الثالثة، المتحجبة حينما تدخلت الآن مع أختنا المتبرجة، كان عليك أن تتدخلي طوال صحبتك للمتبرجة وأنت تعملين معها، ليس في قضية الصلاة واش باطلة ولا، كان عليك أن تتدخل طوال صحبتك معها في الإدارة، باش إن شاء الله تدعيها بالتي أحسن للالتزام بالحجاب. وكان عليك أن تؤثري عليها إن شاء الله إيجابيا، لأنك أنت مؤمنة، وكان عليك أن تكوني أنت السباقة للصلاة وللعمل الطيب وللأخلاق والسلوك الطيب معها، حتى تجد كلماتك طريقا إلى قلبها، فيهدي الله بك أو على يديك هذه المرأة، ولا أن يهدي الله بك امرأة خير لك مما طلعت عليه الشمس. أنت واسم مشيتي قلتي لها ما هالشي كاع ما درتيش، مشيتي قلتي لها الصلاة تاعك باطلة، بماذا أفتيتي؟ أم من كتاب الله؟ أم من سنة رسول الله؟ باطلة باش تقول صلاتك ماشي مقبولة؟ هذه تتألين على الله. علاش؟ لأن اللي يقبل هو الله، ما نقدرش احنا نقولوا غير الصحيحة واللي ماشي صحيحة، أما نقولوا ماشي مقبولة، شكون أنت اللي تقولي ماشي مقبولة؟ اللي يقبل هو الله. الفرق ما بين القبول والصحة، المسلم يتكلم على الصحة، صحيحة ولا ماشي صحة، قد تكون صحيحة ومقبولة، وقد تكون صحيحة غير مقبولة، وقد تكون غير صحيحة ومقبولة، ذاك الشيء تاع ربي القبول ماشي شغلنا. إذا أنت هذه الصلاة
وإذا قلت لا مقبولة ماشي مقبولة تأليت على الله، لأنك كتكلمي في واحد الأمر الذي ليس من اختصاصك، فالقبول لا يعلمه إلا الله. هو السمع هذا الشيء خطر على الدين ديالك. ثانية، إذا تكلمتي في الصحة تقولي صحيحة ولا ماشي صحيحة، عندك الحق تقولي صحيحة ولا ماشي صحيحة. إذا كنت عارفة بين لا صحيحة قولي صحيحة، إذا ماشي صحيحة قولي ماشي صحيحة. أما هي صحيحة وتقولي غير صحيحة، منين جبتي بلي هذه الصلاة غير صحيحة؟ منين جبتيها؟ شروط صحة الصلاة واسم هي، يلا زيد واسم، دخول الوقت وقد دخل الوقت. ثانية، ستر العورة وقد سترت العورة. ثالثا، استقبال القبلة وقد استقبلت القبلة. رابعا، طهارة والوضوء وقد توضأت. هذو أربعة دارتهم وجبت بأركان الصلاة كلها صحيحة، إذن فهي صلاة صحيحة. ما علاقة قضية صحة الصلاة بالتبرج؟ كما واحد السيد قال لي أنا نكمي، واش إلا كميت الصلاة تاعي باطلة؟ لا، هذاك الدخان هيك راك تعصي الله تعالى، لكن الصلاة إلا درت لها كاع الشروط نتاعها راه الصلاة صحيحة، نقولوا صحيحة وليست مقبولة نقولوا صحيحة. إذن فصلاة هذه الأخت المتبرجة صلاة صحيحة ماشي شيء باطلة، فأنت أفتيت بغير علم. فاتق الله تعالى يا أختاه، اتق الله يا أختاه، قد افتيت بغير علم. أما هذه الأخت إن شاء الله المتبرجة نقول لها زادك الله حرصا وبارك الله فيك، وكونك تصلين في الوقت وتحرصين على ذلك هذا من الخير الذي غرس في قلبك ولفطرتك السليمة، فحفظك الله ورفع قدرك. نسأل الله تعالى الذي وفقك للحفاظ على عمود الدين الصلاة في وقتها أن يكرمك، أن يكرمك بأن تلتزم الحجاب. أما رؤية الناس لشعرك هو اللي بطل الصلاة؟ أبدا أبدا، هذه معصية وحدة. وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد.